بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته وانحسرت العقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا إصلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته ولكل وعد وعدته ولكل عهد عاهدته ثم لم أفلك به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسي أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه وتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة بمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصل على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك اثنتين، سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.